بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي لغات، مع يوم جديد من الريفيجن على مادة الماث إن شاء الله. النهاردة هنبدأ مع بعض كده في السؤال الأولاني. هنا بيقول the solution set of the inequality x plus 3 all power 2 less than 4 times x plus 1 all power 2. تمام، أول حاجة هنا يا شباب لازم الاول ايه بنعمل فك البراكت ده كله، فاكرين اللي هو ايه اكس باور 2 اكس باور 2 بلس سكند باور 2 اللي هو 9 بلس وات بلس 2 تايمز اكس تايمز 3 6 اكس. هنحط العلامه بتاعت الانيكواليتي اللي هي لزان، نروح الناحية التانية هنقول ان الفور، يلا بينا نفك البراكت اللي هناك، اكس باور 2 بلس 2 تايمز اكس تايمز 1 2 اكس بلس 1 باور 2 ايكوال 1. So we can distribution 4 تايمز اكس باور 2 4 تايمز اكس 2 اكس and 4 تايمز 1 تايمز 1. So 4 x power 2 times 4 times 2x equal 8x plus 4 times 1 equal 4. وهنخلي الناحية التانية اللي هو في ال left hand side x power 2 زي ما هي، ال x power 2 زي ما هي اهي، plus x power 2 plus 6x plus 9. اوكي، بعد كده بقى احنا نحاول ان احنا نقرب كله من بعضه. تمام، يلا بينا. احنا هنا هنعمل ايه؟ هنقول ان ال 1 اكس باور 2 هيروح الناحيه الثانيه، هيبقى ايه؟ هيبقى اهو نيجاتيف اكس باور 2. تمام، وهنا ال 6 اكس هتروح الناحيه الثانيه بنيجاتيف 6 اكس، والبوزيتيف 9 هيروح الناحيه الثانيه بايه؟ بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9. سهله كده؟ يلا بينا. يبقى هنشوف ده الاول هيطلع بكام؟ 4 اكس ماينس 1 اكس هيديني هنا 3 اكس باور 2. تمام؟ 8 اكس ماينس 6x يديني ها 2x، وهنا المفروض اقول 4 minus 9 negative 5. ما ننساش طبعا احنا نحط علامة الانيكواليتي زي ما هي، وده لما راح الناحية التانية كله على بعضه ساب لنا الايه؟ ساب لنا الزيرو. تمام؟ يلا بينا نكمل. هنا عندي ال 3x باور 2 بلس 2x نيجاتيف 5 مور ذان 0. اوكي، احنا عارفين احنا بنعمل هنا ايه؟ ليت ذا فانكشن ايكوال 0. اوكي، ليت ذا فانكشن ايكوال وات؟ ايكوال 0. ليت 3x باور 2 بلس 2x نيجاتيف 5 equal 0. So we can factorize 3x power 2, 3x and x. We can factorize 5. What? 5 times 1. الكبير بياخد الساين اللي في النص. 4 positive times negative equal negative. Okay. So x equal what? X equal negative 5 over 3. وهنا ال x equal ايه؟ ال x equal 1. لما احنا عملنا الكلام ده equal ايه؟ equal 0. يلا بينا نحط الكلام ده على النمبر لاين. هنا عندي في النمبر لاين اهو
انا عندي هنا النمبر لاين، انا عندي هنا الاكس طلعت بكام؟ طلعت ب 2 فاليو اللي هي نيجاتيف 5 اوفر 3 وهنا وهنا ال 1. تمام؟ فاكرين كنا بنعمل هنا ايه؟ كنا بنعمل هنا ذا بوزيتيف ذا ساين اوف اكس باور 2 از بوزيتيف، يبقى احنا كنا بنكتب هنا ايه؟ سيم انفرس سيم وهنا ايكوال 0 وهنا ايكوال 0 يبقى بوزيتيف، هنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف. طب يلا بينا. هنا عندي بعد لما انا جبت بعد كده ما شفت الساين بتاعت الانيكواليتي، بعد كده هو عايز ايه بقى؟ هو عايز السوليوشن سيت اوف انيكواليتي، عايز السوليوشن سيت. طب بص كده السوليوشن سيت احنا نجيبها ازاي؟ اهو هنجيبها، كانت دي ايه؟ كانت دي مور ذان زيرو، مور ذان يعني ايه؟ يعني انا عايز البوزيتيف، صح كده؟ طب البوزيتيف احنا بنلاقيها موجوده فين؟ اهي ده البوزيتيف وده البوزيتيف. تمام، يبقى احنا المفروض ناخد ايه؟ بناخد ار كلها ريل نمبرز، ها ديفرنس الحته اللي في النص دي اللي هي تبقى ايه؟ نيجاتيف 5 اوفر 3 and a l1. next example the opposite figure the curve y equals 3 sin half x so x coordinate of p equals what. سهلة جدا، بصوا كده هنا معايا احنا عارفين كويس قوي اللي هو ال complete period equal what؟ equal 2 by over الايه؟ النمبر بتاع الساين اللي هو الايه؟ اللي هو الهاف. ده الايه؟ ده البيريود كلها اللي هو الكومبليت بيريود. تمام؟ لو احنا عملنا 2 by over الهاف، تمام؟ الهاف دي جت منين؟ اللي هو النمبر اللي جنب الايه؟ الساين اللي هو عند الاكس اهو. اهو تمام كده؟ هيطلع معانا ايه؟ هيطلع معانا 4 باي، يبقى من عند الاوريجن بوينت لحد البي هيطلع معانا 4 باي اللي هو اللي تشوز نمبر دي. نيكست اكزامبل، هنا عندي في الاوبزيت فيجر بيقول لي هنا في الجيفنز ان الاكس ماينس واي اوفر الاكس بلس واي ايكوال 2 over 7 find the length of AE AE. تمام، احنا عارفين هنا كده يا شباب ان الجيف اللي هو مدالي دي احنا ممكن نعمل منها كريس كروس، صح كده؟ يبقى احنا ممكن هنا نقولها بكل سهوله اللي هو الاكس ماينس واي اوفر اكس بلس واي ايكوال 2 over 7. يبقى احنا ممكن نعمل هنا كروس مالتيبليكيشن، يعني 7 تايمز وات؟ تايمز الاكس ماينس واي اند 2 تايمز وات؟ اكس بلس واي. تمام كده، يبقى 7 اكس ماينس 7 واي ايكوال 2 اكس بلس 2 واي. تمام، بعد كده احنا هنعمل ايه؟ هنجمع الاكسات لوحدها والواي لوحده، سهله كده. يلا بينا، ال 2x هتروح الناحيه الثانيه بنيجاتيف 2x يديني 5x. طب وهنا نيجاتيف 7 هيروح الناحيه الثانيه ببوزيتيف 7y، دي هتديني كام؟ دي هتديني 9y. سهلة كده، مفيش أي حاجة. تمام، طيب يلا بينا، احنا هنا عندنا ايه يا شباب؟ أنا عندي دلوقتي تو بارل لاينز اللي هو ايه؟ اللي هو الدي أهو، اللي هو الدي
E parallel to L P C. اهو نشتغل يلا على البارل. تمام؟ مش احنا قلنا لما يكون في بارل في الترينجل يبقى الترينجل الصغير سيميلر تو الترينجل الكبير. طب فين هو الترينجل الصغير اللي هو ال A ال A E D؟ ها سيميلر تو الترينجل الكبير اللي هو يبقى A C P. وبعد كده بتحط دلوقتي البروفيشنال بارت. تمام كده؟ يلا بينا. يبقى ال A E D بقى سيميلر تو الترينجل A C B. في اي حاجة صعبة؟ يلا بينا اهو نكمل. So يلا بينا اهو يلا بينا. لو انا قلت دلوقتي ال A E صح كده؟ اهو اهو since ال D E parallel to ال B C. يلا بينا نكتب التو ترينجلز ال A E D similar to triangle ACB. يلا بينا خد الحرف الأول والثاني over الحرف الأول والثاني. يبقى ال AE over ال AC equal ال ED over CP and ال AD over ال AB. خلي بالنا هنا كده يا شباب انا مش مديني اي حاجه عن الاي دي خالص ولا الاي بي. الاي دي والاي بي مش مديهالي خالص فبكنسلها احسن ملهاش اي لازمه. يلا بينا. طب يلا بينا كنسل الاي اي وحطها زي ما هي هو عشان هو عايز الاي اي صح كده. يلا بينا. يبقى الاي اي اهو هتكنسل ده. يلا يبقى الاي E over ال AC. اهو ال AC هنا عندنا بكام؟ ال AC هنا عندنا ب AE plus 8. اهو تاني ال AC هنا عبارة عن ايه؟ AE plus 8 مظبوط كده؟ AE plus 8 تمام. يلا بينا نكمل. طب ال AD ال AD عندي بايه؟ سوري الاي دي الاي دي عندي هنا بواي والسي بي باكس واي اوفر اكس. فاي حاجه صعبه؟ تمام. واحد شاطر يجي يقول لي طب مثلا انا ممكن اعمل من هنا اهو من هنا لو انا قلت واي اوفر اكس ما ارجعش بايدي فاضيه يبقى 5 اوفر 9. تاني اهو تاني y over x ما رجعش بايدي فاضيه يبقى 5 over 9 صح كده. يبقى احنا ممكن نكنسل الواي والاكس نحط مكانها ايه؟ 5 over 9 سهله كده. وبعد كده احنا هنعمل كريس كروس علشان نقدر نجيب الايه؟ الفاليو اوف اي اي. يلا بينا. يبقى 9 EA or AE ها equal 5 EA plus 5 times 8 equal 40 تمام. دي هتروح الناحية التانية بالنيجاتيف ساين اهي اكنها اهي minus 5 EA يديني كلها ها 4 EA equal what equal 40 الناحية التانية زي ما هي. ما لما بنقل الحاجة بسيب التانية زي ما هي divided both sides by 4 so ان ال AE او ال EA equal 40 over 4 equal 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر. يبقى ال choose عندي هنا number D. next in the opposite figure عندي هنا ان ال ray bx bisect ال angle adb وال y b ray bisect ال angle adc. prove that ان ال xy parallel
to BC. تمام. لو عايز يقول لك ازاي يبقى ال XY بار 2 BC سهلة. يبقى لازم تجيب له ان ال AX لازم تجيب له ان ال AX تمام كده over ال XB ايكوال الناحية الثانية AY over ال YC. لازم توصل للنتيجة دي في الآخر. في الآخر لازم علشان تعمل له بروف للـ XY بارا 2 الـ BC لازم توصل للنتيجة دي في الآخر إن الـ X الـ AX over الـ XB إيكوال الناحية الثانية الـ AY over الـ YC. ده اللي أنت لازم توصل له في الآخر. طب يلا بينا. هو دلوقتي عندك 2 bisectors angle تمام؟ ساعتها احنا هنتعامل ازاي؟ هتمسك الحاجة الأولانية اللي هو البايسكت اللي هو الـ دي ايه؟ الـ دي اكس راي. احنا عارفين ان الدي اكس راي ده بايسكت الانجل ايه؟ ا دي بي. يبقى هكتبها كده في البروف اهو. سينس الدي اكس راي بايسكت الانجل ا دي بي. سو يلا بينا احط دلوقتي البروبوشنال بتاعي اللي هو ايه. هنشتغل الاول على التريانجل ده شباب اهو ده بس اهو. يبقى اقول ايه؟ اقول ان الاي الاي بي اوفر الاي سي ايكوال بي دي اوفر سوري اقول الـ AX over الـ XB equal AD over DB. تاني اهو array DX bisects الـ angle ADB. So AX over الـ AX over الـ XB AX over الـ XB equal what? equal AD over DB. تمام كده. ونسمي الريليشن دي نمبر 1. في اي حاجة صعبة؟ تمام. يلا بينا اخد بقى بعد كده التريانجل التاني اللي هو عندي اللي هو ADC صح كده. يلا بينا. يبقى انا هقول هنا ان سينس ان ري دي واي بايسكتس الانجل اي دي سي. سو يلا بينا نحط دلوقتي البروبوشنال بارتس بتوعي. ها يلا بينا. فاكرين احنا كنا بنعمل هنا ايه؟ ها اقول اي دي over DC equal AY over YC. سهلة كده. يلا بينا نكتبها. هقول AY over YC equal AD over DC. ونسمي الريليشن دي نمبر 2. طب يلا بينا. انا عندي دلوقتي التو ريليشنز ومدين هنا في الجيفن ان عندي البي دي ايكوال الدي سي. البي دي ايكوال الدي سي اهو. البي دي ايكوال الدي سي صح كده اهو. البي دي اهو الدي سي ايكوال ايه؟ ايكوال البي دي اهو ايكوال البي دي. يعني متهيألي كده ان دي شبه دي بالظبط هيكنسلوا مع بعض صح كده. يبقى هنقول ايه؟ هنقول ان البي دي ايكوال الدي سي. ها سو الفراكشن اللي هو الاي اكس اوفر الاكس بي ايكوال الفراكشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو
ال A Y over ال Y C. تمام، خلي بالك هو ده اللي احنا اتفقنا عليه اللي احنا لازم نوصل له في الاخر، اللي هو ايه؟ لو حد فاكر اللي احنا قلنا عشان تعمل له بروف ذات ان الاكس واي بارل تو البي سي لازم توصل للنتيجه دي، ان الاي اكس اوفر الاكس بي ايكوال الاي واي اوفر الواي سي. وهو ده اللي طلع لي بالظبط. اقول ايه بقى؟ اقول سو ها اكس واي بارل تو الاكس واي بارل تو الايه؟ السي بي.